10 يناير من سنة 2000 العالم كامل شاف كيفاش الراجا وقفت ند للند مع ريال مدريد في مباراة سالت ب3-2 لصالح النادي الملكي، والمباراة عرفت تألق لاعبي الراجا، وكل شي شاف كيفاش عذب المباركي المستودع دفاع ريال مدريد، واتحد ما غينسى البارة ديال طرال القرقوري على إيكر كاسياس بعيدة قريب من 30 متر على مرمى الحارس كاسياس. طرال القرقوري تقدم قدفة جميلة ديال طرال القرقوري العمود الأفقي. طلال دار رسمية كبيرة في الراجا واحترف بعدها في باريس سان جيرمان وشارلتون، ثم أنهى مشواره في الخليج. بلا شك عرفتوا أننا اليوم غندويو على قصة طلال القرقوري. من سنة 1976 تزاد طلال القرقوري في مدينة الدار البيضاء، وفي طفولته كان مهتم بزاف بكرة القدم وكان كيمارس الرياضة المدرسية، وهنا فين تشهر في الإعدادية والثانوية أنه مدافع قوي وصلب. وفي سن 17 سنة طلال التحق بنادي رجاء الرياضي ولعب مع فريق الأمل، وبعدها مشى على سبيل الإعارة لنادي اتحاد طنجة ولعب معهم موسم واحد واكتسب شيء من الخبرة ورجع للراجا. بعد عودته للراجا طلال لقى مدرب جديد اللي هو البوسني وحيد خليلوزيتش اللي وضعه كأساسي منذ البداية. طلال شد بلاصته في الراجا وجا في الفترة الذهبية، فهو في 3 مواسم اللي لعب مع الراجا توج ب3 بطولات، وقاريا فالراجا كانت متوهجة بشكل كبير، ومعهم توج بكأس أفرو أسيوية وتوج بلقبي دوري أبطال إفريقيا كذلك، الأولى سنة 1997 لحساب أشانتي جولد الغاني، والثانية التاريخية على حساب الترجي التونسي في قلب العاصمة تونس. إذن شكري الواعر ومصطفى الشادلي. فريق رجاء البيضاوي يفوز بكأس إفريقيا، هنيئا لرجاء بطل إفريقيا. يا سلام فوز رجاء، فريق رجاء يفوز بكأس إفريقيا للأندية البطلة بكأس عصبة الأبطال الإفريقية، تتويج كبير يستحق معه الفريق الأخضر كل التهاني، علما بأنه لعب ب10 لاعبين فقط. هنيئا لرجاء. وفي بداية سنة 2000 نظم كأس العالم للأندية لأول مرة، والرجاء شاركت فيه كونها بطلة القارة السمراء. فريق الرجاء الرياضي قدم أداء كبير رغم الهزيمة في جميع المباريات، وفي هذه المسابقة العالمية طلال القرقوري قدم أداء كبير وأعين أندية من أوروبا رصدته. وبعد انتهاء المونديال تم الإعلان عن انتقال طلال القرقوري باريس سان جيرمان بعقد كيمتد ل3 سنوات ونصف. وفور وصوله لباريس كسب الرسمية بسرعة وشكل ثنائية مع المدافع رابي، وفي هذا الموسم في الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان احتلوا المركز الثاني وكان وصيف الدوري. في الموسم اللي من بعد طلال بقى رسمي في اغلب مباريات البي اس جي، لكن تدريجيا بدا كيفقد مركزه لصالح المدافع سيلفان، ومع قدوم المدرب لويس فرنانديز طلال رجع للرسميه مع خطه 5 في الدفاع. لكن بعد مباراه غلطة سراي واللي قام فيها بخطا جا من مراه ضربه جزاء، رجع للدكه مره اخرى وهذه المره لمده طويله حيث أنه كمل الموسم كامل كبديل. وخلال الموسم اللي بعد مشى النادي أريس سالونيك اليوناني على سبيل الإعارة، لكن تم لعب 11 مباراة فقط ورجع مرة أخرى لباريس سان جيرمان وما دخلش منظومة لويس فرنانديز في ظل تواجد مدافعين من قيمة هاينز وبوتشيتينو، ومشى إعارة النادي ساندرلاند الإنجليزي ولعب معهم 8 مباريات فقط. وفي الموسم الأخير له في فرنسا رجع وقع مدرب جديد للفريق واللي كان هو البوسني وحيد خليلوزيتش اللي اكتشفه في الراجا، وهنا فين بان طلال بأداء رائع ورجع لمستواه مع مدرب كيعطيه الثقة الكاملة، وأنهى الموسم مع باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا، وانتهت بذلك رحلته مع البي اس جي. في فترة الانتقالات الصيفية القرقوري كان لاعب حر، والوجهة كانت هي نادي شارلتون الإنجليزي. موسمه الأول كان جيد وكسب حب الجماهير بسبب طريقة اللعب ديالو وصلابته الدفاعية،
وأصبح واحد من القطع الأساسية في الفريق. Hacia el balón, el disparo del marroquí, qué golazo acaba de marcar el Karkouri. Cómo le ha pegado a ese balón, nada ha podido hacer Almunia, ha empatado el partido el Charlton. Minuto 44 de la primera parte, el Karkouri que ha sorprendido con un disparo fortísimo y empata el partido. Bueno, habíamos advertido que es un futbolista que le pega muy bien a la pelota, para mí la barrera está mal colocada, luego se quita de la trayectoria del balón. موسمه الثاني كان صعيب نوعا ما بسبب إصابة خطيرة تعرض لها، وبعد عودته مشى النادي الغرافة القطري لاستعادة مستواه، لكنه بقى تما بعد ما تم شراء عقده، لعب موسم آخر مع نادي الغرافة وهبطوا للدرجة الثانية، وبذلك انتقل نادي قطر ليلعب معاهم من سنة 2007 حتى لسنة 2011، خاض فيها 77 مباراة وسجل 12 هدف. وانتقل نادي أم سلال ليلعب معهم موسم واحد فقط واعتزل كرة القدم بشكل نهائي. مع المنتخب المغربي القرقوري بدأ مساره سنة 2000 مع المدرب هنري كاسبر جاك في مباراة في غامبيا برسم إقصائيات كأس العالم 2002، وجاء بعدها المدرب كويليو اللي ما اعتمدش عليه بمرة، بعدها جاب الدوزاكي، والقرقوري شكل ثلاثي صلب مع عبد السلام ودو نور الدين نيبت، ولعب كأس إفريقيا سنة 2004 في تونس ووصلوا للنهائي وخسروا مع أصحاب الأرض 2-1. بعدها طلال أصبح عميد الأسود، وفي سنة 2006 شارك مرة أخرى في كأس إفريقيا اللي تقامت في مصر وتقصوا من دور المجموعات، ونفس الشيء وقع مع أصدقاء القرقوري في كانغانا سنة 2008. ومن هنا أعلن طلال عن اعتزاله اللاعب دوليا قبل ما يرجع مرة أخرى سنة 2009 في مواجهتي التشيك والغابون، وكانت هذه آخر مرة غنشوفو فيها طلال قميص أسود الأطلس. وفي مساره كامل مع المنتخب طلال شارك في 53 مباراة وسجل 5 الأهداف. طلال القرقوري هو واحد من اللاعبين خريجي البطولة اللي احترفوا في أوروبا وداروا مكانهم في المنتخب الوطني، انضباطه خلاه يلعب في مستويات كبيرة ويبقى محبوب عند الجماهير المغربية بصفة عامة.